قصة جاد فور راجناروك بلا شك أقل من تمصفها أنها ملحمية كغيرها من أجزاء السلسلة، إنما ذات مشاعر مختلطة. استوديو سوني سانتا مونيكا حرص على تقديم قصة جديرة بأن تكون خاتمة العصر الاسكندنافي من السلسلة، والنتيجة اتخذت الأحداث بعدًا آخر بلحظات حاسمة مؤثرة ولحظات فيها الكثير من التساؤل. الأهم من هذا كله شهدت القصة تغيرًا شاملًا في شخصية كريتوس، والذي ارتقى إلى المرحلة المثلى بدوره البطولي. أترياس هو الآخر شهد تطورًا بارزًا في شخصيته، والأمر ما يختلف مع بقية الشخصيات الأخرى. اليوم سنلقي نظرة على 10 من أعظم وأهم اللحظات في God of War Ragnarok، وبناء على ذلك سيتم استعراض لقطات من القصة، وانصح مشاهدة المقطع بعد إنهاء اللعبة، وعليه وجب التنبيه. Not in fear of you. He died of the wounds you gave him. Oh, we got a model sovereign. كما كان الحال مع بالدور، تفتح على مغامرة جديدة بحضور إله الرعد بنفسه إلى منزل كريتوس. بدأت الأمور بشكل ودي ما بين تبادل الكلمات والشراب وحضور أودن، حتى انقلبت الأمور رأسا على عقب عندما رفض كريتوس عرض أودن، وبالتالي يجسد كريتوس عاقا على خطط أودن. تبدأ المواجهة بضربة من مضرقة ميولنير أودت بكريتوس إلى السماء، حتى تحولت إلى معركة في أرجاء ميدغارد، مستهينا ثور بكريتوس بزعمه أن إله الحرب المتقاعد لم يعد قادرا على القتال، مستنكراً حقيقة كيف تمكن كريتوس بهذا الضعف من هزيمة كل من ماغني، مودي، بالدور وحتى سيغرين ملكة الفالكاريز. كريتوس على أي حال قد اكتفى من هذه المعزلة، مثبتاً لثور أنه سيظل شخصاً هادئاً ومتفهماً إذا ادعت الحاجة. أما في وقت الشدة إياك والعبث مع إله الحرب. There's the god of war. واحدة من أكثر الأمور الصادمة بعد موت بالدور أن فريا أصبحت عدواً لكريتوس وأترياس بعدما كانت حليفة في السابق. منذ تلك اللحظة توعدت فريا بالانتقام من كريتوس وظلت تحاول مراراً وتكراراً قتله، بينما يحاول الأخير تجنب مواجهتها. كل هذا تغير عندما حاول أترياس قتل فريا ليقوم كريتوس بإيقافه مذكراً ابنه أنها كانت صديقة. هناك تخلت فريا عن وعدها بالانتقام لفترة من الزمن حتى تقوم بالذهاب إلى وطنها فانهايم وكسر لعنة أودن بمساعدة كريتوس. تطلب الأمر الكثير من الوقت والجهد من كلا الطرفين، حتى أقنعها كريتوس بعواقب السعي نحو الانتقام وأنه لديهما عدو مشترك، أودن الذي كان السبب الرئيسي وراء جميع المشاكل المتعلقة بالعوالم، وهذا يشمل ابنها بالدور. فريا اختارت أن تكون حليفة لكريتوس، الحل الأنسب لجميع الأطراف، وأصبحت مرافقته خلال معظم رحلته وكانت خير الحلفاء. I do not regret saving your life, and never will. But the choice between life and death should have been yours to make. I should not have robbed you of that choice. دروبنير كان مجرد خاتم لأودن من المفروض أن يتم صنع سلاح منه كوسيلة للإطاحة بهايمديل. يتوجه كل من كريتوس، ميمير وبالدور إلى أسفالتالفهايم لمقابلة سيدة كور الحدادة، والتي بدورها تمكنت من صنع رمح دروبنير بواسطة خاتم أودن ودماء إله من كريتوس ومباركة الحدادة. بالرغم من نجاحهم في المهمة، رحلت الحورية فورا بعدما طلب بروك مباركتها. يدعي ميمير أنها تتواصل عن طريق الروح وليس بالألفاظ، مما أثار غضب بروك حينما أدرك أنه كان ميتا وقد فقد جزءا من روحه بعد عودته إلى الحياة ولم يخبرها أخاه سندري بالأمر. كريتوس على أي حال قام بمعالجة هذه المسألة بطلب المباركة من الحداد بنفسه. حداده بالرغم من أنه فضل لسان إلا أنه رجل يستحق الاحترام وعمله يستحق الثناء والتقدير. السلاح ليس أحد أفضل الأسلحة فحسب، بل أيضا يليق بأصل كريتوس الإغريقي وتراثه. It needs the blessing of a great blacksmith. What? No, no, I can't bless shit. I don't have all my soul bits. The blessing wouldn't mean squat. It is the nature of a thing that matters, not its form. Return my son, or you may meet the god.
god I once was. And what kind of god is that, Kratos? يلتقي كل من أودن وكريتوس وميمير في سفارتلفهايم على أمل القيام بمحادثة ودية قبل افتعال حرب لا طائل منها. وفي هذه اللحظة بدأ أودن بالتحدث بطريقته الماكرة الملتوية وكأنه على صواب، علاوة على حرصه على أتريوس بما فيه منفعة للجميع. هنا كريتوس لن يكون على حق لو قدم على قتاله أو قتال يسير، ذلك حتى بدأ أودن بالتحدث عن الحقائق والسوابق المظلمة في ماضي كريتوس، أنه كان أنانيا لم يفكر سوى بمصلحته الشخصية، قاتلا للآلهة ومدمرا للعوالم. كريتوس حذر أودن أنه لو حدث أي مكروه لابنه سيعود إلى هيئته السابقة شبح سبارتا. هذه كانت عقبة هايمديل الذي بدوره هدد كريتوس بقتل ابنه ليقوم الأخير بقتله بالرغم من إعطائه فرصة للرحيل. You don't care about mortals. You don't care about anything beyond yourself. Beyond the monster who kills without cause. You fear what you can never even hope to understand. Protect our son. إن نجحت في بتغيير كريتوس في شيء واحد، فهو أن يفتح قلبه لمشاعره. كريتوس منذ وصوله إلى الأراضي الإسكندنافية حرص على كبت مشاعره لكل شيء، خاصة ماضيه المظلم. كما حث أتريوس أيضا على كبت مشاعره، لأن المشاعر بنظره تمثل عائقا على أرض المعركة. كريتوس يلتقي مجددا بزوجته الراحلة أثناء نومه بشكل مستمر، والتي بدورها تمكنت من تغيير كريتوس ليكون شخصا أفضل لابنه. احتضن أتريوس ومسامحته بعد رحيله اعتذاره إلى ابنه، حيث أثقل عليه عبء مسؤولية كبيرة للغاية، حرصه على الاهتمام بالآخرين واحترامه المتبادل، وحتى في بكائه مطلقا العنان لمشاعره المكبوتة. كريتوس لم يعد ذلك الوحش الغاضب القاسي، والفضل يعود لعائلته المحبة. أتريوس. I am sorry. This ain't right. All the pieces ain't welding together true. Like, what's with him calling you Loki anyway? شيئا ما لم يكن صعبا مع تير. أتريوس كان يعمل الكثير منه، والذي سعى إلى إنقاذ تير لمعرفة المزيد عن نبوءة راغناروك. إلا أن الأخير قد خيب أمل الجميع عامة، وكريتوس على وجه الخصوص. كيف لإله الحرب لا يقاتل لأجل شيء حتى لو تعلق الأمر بالسلام؟ قراراته مشكوك بأمرها ولا تحظى بإعجاب الجميع، ذلك حتى عاد أتريوس من يسير ومع ذلك القناعة المتعلق بالمعرفة والذي يسعى أودن للحصول عليه. بدأ بروك بالتشكيك بأمر تير حينما ادعى الأخير أنه يعرف طريقا موديا إلى أسغارد، حتى تم الكشف عن الحقيقة حينما قام تير بطعن بروك ليكشف أنه في الواقع أودن بنفسه متنكرا بتير. هذا على الأرجح أعظم تطور غير متوقع في أحداث السلسلة. أدت هذه الخديعة إلى موت بروك وتفاقم الأحداث مع أخيه سندري الذي صب غضبه على صديقه أتريوس بسبب ثقته بتير. I gave you everything. My skills. My friendship. My home. My secrets. My treasures. And you just kept taking. You weren't sorry. This is what sorry looks like. أتريوس منذ بداية الرحلة طلب من أبيه أن يتوقف عن معاملته كأب ولو لمرة واحدة ومعاملته كقائد، رفض كريتوس القيام بذلك بسبب تجربته الدامية السابقة في اليونان. مع غياب تير والذي تنبأ العمالقة أنه سيقود جيشا لمحاربة يسير في راغناروك، يتفق الجميع على تعيين كريتوس قائدا لهذه المعركة كونه الأكثر كفاءة من بينهم. ومع هذا كان كريتوس متخوفا من أن عواقب هذه المعركة في أسغارد سيكون دمار عالم آخر، ليرتقي كريتوس بلقبه مدمر العوالم. إنما في الواقع اختير كريتوس قائدا لهدف أسمى، القضاء على أودن وبالتالي إحلال السلام بين العوالم. تلك اللحظة التي رأى فيها كريتوس تبجيل من حوله، لم يعد كريتوس إله الحرب فحسب، بل الأهم من ذلك إله السلام. لحظة غمرت بالسعادة والحزن في الوقت عينه، لأن كريتوس بالفعل قام بعمل الخير تجاه كل من حوله، لا حربا لتحقيق المجد، لا حربا لدمار العوالم، بل لإحقاق السلام. We'll be right back.
ready yourselves. لا توجد كلمات كافية تفي بوصف الحدث الأكثر أهمية، حرب راغناروك التي من المفروض أن تكون نهاية العوالم، إنما نهاية أسغارد وودن ونهاية عصر آلهة إيسير. المعركة قد بدأت منذ أن قام كريتوس وأتريس بالحصول على دعم عملاق النار سورتر، والذي بدوره سيتولى مهمة تدمير أسغارد. كل لحظة، كل حدث وكل شيء في هذه المعركة لم يكن مذهلا فحسب، بل كان ملحميا. كريتوس وحلفائه يشرعون في تنفيذ خطة للإطاحة بأسغارد. معركة بين ثور ويورمنغاندر في الوراء. يتدخل سندري لتدمير آلات الحرب، فقط ليدركه أنه بدمار أسغارد سيموت الكثير من الأبرياء. تتغير الخطة حيث يشرع كريتوس لمواجهة ثور مجددا. يقنع كريتوس ثور بالتغيير وعدم الامتثال لوالده بعد معركة طويلة دامية، ليقوم أودن بقتله أمام ابنته. كريتوس، أتريوس وفريا في مواجهة أودن وأخيرا، والذين تمكنوا منه، مخيبا أتريوس أمل أودن في اكتشاف العالم. ليقوم سندري بالتخلص منه مرة واحدة وإلى الأبد انتقاما لأخيه. ومع ذلك وفي كل معركة لابد من وجود تضحيات، فريير مضحيا بنفسه لإنقاذ أخته والجميع من راغناروك. الأخوين هولدرا قدما المساعدة لكريتوس وأتريس على طول الطريق منذ بدء الرحلة إلى يوتنهايم وحتى أحداث راغناروك. فقد أحدث تغييرا في حياة الاثنين، في حين أصبح سندري صديقا لأتريس وبمثابة أخاه الأكبر، بينما كسب بروك احترام وتقدير كريتوس بالرغم من كونه فظ اللسان. موت بروك كان ثقيلا على الجميع، إنما جعل أخاه سندري ليس حزينا فحسب، بل غاضبا ومحطما. الأوضاع تبدو هادئة بعد موت بروك. لم يعد هناك ذلك الشخص الذي لم يسلم أحد من سبابه ومزاحه، وذلك الذي يتذمر عن مدى نظافة الأشياء من حوله. الأخوين هولدرا قدم الكثير وقد أحدث تغييرا على حياة الجميع. مشاهدة رحيل الأول على قارب والآخر إلى مكان مجهول لأمر محزن للغاية. Does it frighten you? Yeah. That is why you must do it. هذه المرحلة تشهد نهاية رحلة كريتوس في الأراضي الإسكندنافية، العالم الذي أحدث تغييرا على حياته بعد رحيله عن موطنه الذي شهد فيه أمر اللحظات وأكثرها ألما وظلمة. الآن وبعد رحيل أودن ونشر السلام بين العوالم، مهمة كريتوس في هذا العالم قد انتهت. ومع هذا يوضح أتريوس أنه لا يزال هناك عمالقة، وأن هذه ستكون مسؤولية أتريوس لوحده بما أنه مدمني العمالقة. بناء على ذلك قد يتم إنشاء سلسلة جديدة مستقلة تستند على أحداث السلسلة، إنما على نهج أتريوس أو بالأحرى لوكي برفقة عشيقته المستقبلية أنجر بودا. بينما قد تكون هناك رحلة جديدة بانتظار كريتوس في بقاع مختلفة، ليس لشن الحروب بل لإحقاق السلام، ولربما برفقة رفاقه ميمير وفريا. ما القادم يا ترى؟ وحده الوقت من سيحدد. هذه النهاية ما هي إلا البداية. Atreus remains. هذه كانت 10 من أعظم اللحظات في قصة God of War Ragnarok. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا النشر والإعجاب والاشتراك بالقناة، وأيضا تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم.